أخبار اليوم. هذا اللقاء لتقول لكل العالم أن الكنيسة الإنجيلية كنيسة وطنية تتمتع بوجودها في هذا الوطن، وستظل مصر وطنا يعيش فينا ولو كره الحاقدون. فتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اعتدناه في مصر أن نرى رجال الدين الإسلامي والمسيحي قلبا واحدا. في عجالة كلمة الأزهر والكنيسة في كلمات مختصرة، أرجو من كل المتكلمين في الوقت القادم أن تكون الكلمات مختصرة. الدكتور القس كمال يوسف رئيس الكنيسة في مصر، والفاضل الدكتور الشيخ أحمد كريمة عن الأزهر الشريف. يسعدني كثيرا ويثبت صدري أن نتواجد معا كأمة واحدة تحت سماء واحدة. يسعدني كثيرا ويثبت صدري أن نتواجد معا في حب، في وئام، في عطاء، في خدمة لبلدنا. من أرض السلام، من بلد الله سيناء. ولماذا هي بلد الله؟ في ديننا الإسلامي لم يتجلى الله سبحانه وتعالى في كونه إلا في أرض سيناء. حينما نقرأ القرآن الكريم في سورة الأعراف، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. إذن نحن في بلد الله، وهذه البقعة القرآن سمى سورة باسمها ليخلد سيناء والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع. لما حصل اللي حصل في شرم الشيخ، أنا كنت عملت بيان للمصريين في الخارج إن هم ييجوا ويقضوا أجازتهم في مصر، في أجازتهم النصف سنوية والسنوية. الحقيقة يعني أنا شبهت هذا الموضوع بأمنا مصر. الأم لما بتبقى في ضيقة أو لما بتبقى نفسيتها تعبانة، مش عايزة حد من الجيران، ومش عايزة حد من الأصدقاء، عايزة أبنائها، عايزة أبنائها هم اللي يكونوا جنبها، يحتضنوها ويطبطبوا عليها ويقفوا جنبها لغاية لما تعدي من المحنة بتاعتها. عشان كده أنا قلت مهم جدا أن أبناء الوطن في الخارج يرجعوا لأمهم مصر، عشان هي في الوقت ده محتاجة مساندتهم. يا مصر، هنا الأزهر الشريف والأوقاف، هنا الكنيسة المصرية بكل أطيافها، الكنيسة الإنجيلية التي دعتنا، الكنيسة الأرثوذكسية ممثلة، الكنيسة الكاثوليكية ممثلة، هنا الجيش وهنا الشرطة، هنا الحكومة
هنا وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، هنا معالي المحافظ، هنا الشعب العظيم في الداخل وفي الخارج، هنا مصر أيها السادة. وحين نتحدث عن سيناء أو عن شرم الشيخ فإننا نتحدث عن بؤرة مصر الحقيقية، مصر التاريخ ومصر الحضارة. شرم الشيخ يبدو في الظاهر أنها في أزمة، ويبدو أننا نواجه أزمة، لكن نحن لا نواجه هذه الأزمة وحدنا. من حسن الحظ أو من سوءه أن الأزمة اجتاحت العالم كله. ومنذ عامين حين هتف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا إن الإرهاب سيصل إلى كل مكان، قالوا إنه يعبر عن أزمة خاصة داخل مصر ووصل إليهم الإرهاب. ثم قالوا إن الإرهاب يظهر في بلاد محدودة الديمقراطية، ثم ظهر في أعرق الديمقراطيات. قالوا وقالوا وقالوا، لكننا نقول نحن الشعب المصري، نحن الدولة المصرية، نحن مصر 7000 سنة ومختلف الحضارات والديانات كلها. نقول لقد مررنا بما هو أسوأ من ذلك وتجاوزناه.